هنتنقل حاليا للسؤال التالي. دكتور عبد العزيز تفضل. اوكي دكتور. طيب، في يعني من تجربه مشكله نقع فيها، احيانا تنفتح لك يعني فرص في ابحاث ومواضيع يعني you are not interesting في الموضوع، interesting في الموضوع، فهل اقدم ادخل فيها ولا لا ابدا مركز في الشيء اللي انا طيب عبد العزيز، السؤال كان احيانا تيجي فرص انك تخش في ابحاث انت ما تكون انترستد فيها، هل تسوي البحث هذا ولا تقول لا انا ماني انترستد ما اسويه؟ صح هذا السؤال عبد العزيز؟ ايوه بالضبط، يعني يكون ما هو في الاريا اللي انا مخطط عليها ك جراد. تمام، طيب ممتاز. طيب برضو اجاوب للموضوع هذا يمكن اجبت له انا برضو بطريقه غير مباشره، انه اللي يهمنا مثلا نراجع مثلا السي في ونشوف الناس اللي بيقدم على الريزيدنسي بروجرام. يعني مثلا اذا انت قدمت على اورثوبيديك مثلا وانت كاتب انك سويت بحثين قبل كده في الجراحه العامه، هل يعني انا حرفضك لان سويت بحثين في الجراحه العامه؟ لا، لان انت سويت بحثين او حتى سويت بحثين في الجايني مثلا، لانه انت حتكتب في البحثين هذه والله البحث الاول انا سويت الليترشر ريفيو، سويت كذا وسويت كذا وقدمته، فانا اعرف انه عندك انت السكيلز اللي ممكن انت تسوي بيها بحث في اي مكان ثاني. طبعا الحياه فرص بالضبط، فانت اذا الفرصه اللي اتيحت لك حتى لو في مجال انت مو المجال اللي انت تبغاه، طيب حتى لو قدمت برا، ترى يعني مثلا قدمت انت في تخصص، ايش تبغى تخصص انت؟ بيدياتريك مثلا، شكلك كده اطفال بيدياتريك. لا انت دنتستري، بيدياتريك دنتستري نسميه جديد احنا. طيب فليتس سي انه انت مثلا قدمت برا السعوديه، انت بتكمل ريزيدنسي مثلا، وشايف انت عندك البروجرام دايركتور شاف الابحاث اللي انت سويتها في خارج التخصص هذا، فاكيد حيسال يقول لك تقول والله انا يعني سويت هذه تو ليرن اباوت ريسيرش، ابغى اعرف كيف الناس تسوي ريسيرش، ما اتيحت لي الفرصه اني اسوي في تخصصي. طبعا اذا اتيحت لك الفرصتين اكيد يعني بدون اي استفسار تروح للتخصص اللي انت بتسويه، لانه زي ما قلت كل ما يكون البحث انت بتحبه كل ما حتبدأ فيه، كل ما يعني الوقت اللي انت ما نقول نضيعه، الوقت اللي انت بتقضيه في البحث حيكون ممتع بالنسبه لك، لان هذا هو تخصصك وهذا يعتبر حافز لك. لكن اذا مثلا نقول مثلا التخصص اللي انت تبغاه ما عندك فرص في المكان اللي انت شغال فيه او المكان اللي انت تدرس فيه، ما عندك فرص انه يكون عندك مثلا جود منتور، او ما في فكره بحث، او لاي سبب من الاسباب ما انت قادر تسوي بحث في مجال تخصصك، وتيحت لك الفرصه مع شخص اخر، مع منتور اخر او مع تيم ثاني، تيم ممتاز ومتعاون وسكسسفول تيم، فساعتها يعني هذه فرصه ومفروض انك تنتهز الفرصه هذه. طيب هي الاهم في الموضوع انه حتى بعدين لما انت تكتب طريقه السي في تكتب الموضوع ده، بالذات لما انت تقدم لتخصص ثاني تركز على السكيلز اللي انت استفدت بيها، لا مو بس تقول والله انا سويت بحث في اورثوبيديك سيرجن وانت تبغى جايني مثلا، لا تقول انا سويت البحث ده وتحط النقاط اي ديد ذس اي ديد ذس اي ديد ذس، فهو البروجرام دايركتور او اللي حيشوف السي يعرف ان انت عندك السكيلز هذه. دائما الشباب لما تكتب السي في في ستودنتس ركزوا على الترانسفيربل سكيلز، يعني حتى لما تقول مثلا انا كنت في الاورجنايزيشن كوميتي حق مؤتمر مثلا، ركز ايش الترانسفيربل سكيلز اللي انت استفدتها حتفيدك، عشان انا اعرف مثلا لما انت تجي ريزيدنت اعرف ان انت انسان منظم، عندك انيشيتيفز، عندك اورجنايزيشن سكيلز، هذه الاشياء اللي تفيدني. ما يعني ما حتفيد انه هاو ماني كونفرنسز يو ديد، اذا انت مثلا اشتركت في مؤتمر 5 مرات وكل مره في نفس الوظيفة أنا تو يور ويستينج يور تايم، وإذا اشتركت في 10 أبحاث كل مرة بس بتجمع ديتا أنت بتضيع وقتك برضه، فلازم يعني لا تبالغ برضه في المشاركة، في نفس الوقت الأدوار لازم تتنوع عشان تستفيد من المهارات المختلفة في كل جزئية من جزئيات الأبحاث.